اهتم الجغرافيون القدامى بتحديد موقع منطقة سوس، وكان تحديدهم عاما وشاملا، فقسموا المنطقة إلى قسمين، سوس الأدنى وسوس الأقصى، كما وصفها المؤرخون بعد الفتح الإسلامي ببلاد جزولة. وكلتاهما ساهم أبناؤها في إثراء الساحة الفكرية والعلمية والشعرية والدينية، فكان منهم العلماء والأدباء والدعاة والمجاهدون، من بين هؤلاء الحسن البنعماني. إنه الحسن البنعماني أحد أبناء قرية المعدر القريبة من بنعمان مسقط رأسه. نشأ هذا الأخير في قرية المعدر، حيث حفظ القرآن الكريم ودرسه على الطريقة التقليدية، كما درس كتب التفسير والحديث وحفظ بعض المتون، فحفظ الأجرومية وألفية ابن مالك والجزرية وغيرها من الكتب والمتون العلمية. ينتمي الحسن البنعماني إلى أسرة علمية عريقة معروفة باهتمامها بالقرآن الكريم وعلومه وتأسيسها للمدارس العلمية الدينية. نحن الآن في مدرسة إغيلان بمنطقة مسجنة، وهذه المدرسة تبعد عن أكادير بحوالي 11 كيلومتر إلى 12 كيلومتر في الشمال الشرقي لمدينة أكادير. وهذه المدرسة هي مدرسة عتيقة قديمة، أسسها وعمرها سيدي حياة وسعيد في القرن الثالث عشر أو نهاية القرن الثاني عشر، واستمرت في عطائها العلمي إلى أن جاءها وطورها سيدي الحاج مسعود الوفقاوي يعني في منتصف القرن العشرين، يعني حوالي 1930، وتوفي فيها سنة 1946. وجئنا هنا لنعطي نبذة عن حياة الحسن البنعماني الذي كان طالبا عند سيدي الحاج المسعود الوفقاوي في هذه المدرسة. ونحن نعرف أن سيدي الحسن البنعماني عندما نشأ في بنعمان عند والده سيدي حماد البنعماني انتقل إلى مناطق متعددة، ومنها هذه المنطقة ليتبحر على سيدي الحاج مسعود الوفقاوي، لأن سيدي الحاج مسعود الوفقاوي في هذه المدرسة كان ملاذا لجميع العلماء، وتخرج على يده كثيرا من الفقهاء في المنطقة، لأن في الفترة التي كان فيها في هذه المدرسة كان الاستعمار الفرنسي أضيق الخناق على العلماء في منطقة سوس، وكان العلم في المدارس العلمية العتيقة في منطقة الجزولة قضى عليها الاستعمار، وفر معظم العلماء وجاءوا عند سيدي الحاج مسعود الذي كان قطبا لجميع العلماء في المنطقة، وتخرج على يده كثير من العلماء ومن ضمنهم سيدي الحسن البنعماني، وقضى هنا مدة طويلة. الحسن البنعماني ينتمي إلى الأسرة المسعودية المعدرية البنعمانية، تنتمي هذه الأسرة إلى المسعود المعدري، وهو فقيه عالم متصوف له أهمية كبيرة في منطقة سوس، أحيا مجد العلم الإسلامي والعلم العربي في منطقة سوس وخاصة في منطقة بنعمان. وهذه المدرسة مدرسة بنعمان الذي أعطاها هذا الإشعاع بعد أن كانت معروفة بزاوية بني نعمان في المصادر التاريخية القديمة. المسعود المعدري أعطاها دعم علمي وأخرجها من كونها زاوية محدودة المعارف إلى مدرسة علمية عتيقة، تخرج على يده مجموعة من الباحثين ومجموعة من العلماء الذين انتشروا في منطقة سوس، سواء في المدارس العلمية العتيقة أو في المناصب العلمية والقضائية في منطقة سوس وفي منطقة المغرب بصفة عامة. والحسن المنعماني ابن أحمد ابن مسعود ولد في قرية المعدر عندما كان والده هناك في مدرسة عتيقة هناك، فبقي معه إلى أن حفظ شيئا من القرآن، ثم انتقل إلى بنعمان بعدما كان أحمد بن مسعود تولى التدريس مكان والده في مدرسة بنعمان، فقرأ القرآن على يد والده واستقدم له أحمد الفقيه سيدي أحمد بن مسعود مجموعة من القراء ومجموعة من العلماء الذين قرأ عليهم سيدي الحسن البنعماني حفظ القرآن.
ثم انتقل الحسن بن عماني من مدرسة بن عماني إلى مجموعة من المدارس المحيطة بأيت إبراهيم والساحل وأيت شرار ليحفظ القرآن على مجموعة من الفقهاء الذين يدرسون القرآن بالقراءات المعروفة في فيسوس. بعد أن حفظ القرآن رجع إلى مدرسة والده بن عمان ليأخذ مبادئ العلوم العربية على يد والده، فقرأ مجموعة من المتون العربية والفقهية والتفسير والحديث وما إلى ذلك من المعارف المعروفة آنذاك في المدارس العتيقة. ثم بعد ذلك انتقل من بن عمان إلى مدرسة إغيلان بمسجنة، وهي مدرسة علمية لها شهرة كبيرة خاصة في مجال الدراسات القرآنية والدراسات اللغوية والأدبية، لأن الحاج المسعود الوفقاوي الذي كان عالما كبيرا وهو الذي يتصدر للتدريس في هذه المدرسة في فترة بداية القرن العشرين وخاصة بعد العشرينات منه حوالي 1930 و32 وما إليه، في هذه الفترة كان الحسن بن عماني انتقل إليها فأخذ علما غزيرا على يد سيدي الحج مسعود الوفقاوي في هذه المدرسة، علما بأن المدرسة إغيلان هي بضواحي مدينة أكادير بحوالي 15 كيلومتر في منطقة مسجنة. فيما يتعلق بالأستاذ الحسن بن عماني، هو يتميز مثل مجموعة من فقهاء سوس بأنه ابن أسرة علمية، وهذه ظاهرة بارزة في ليس في منطقة سوس في المغرب بل في التراث الإسلامي عموما، حيث نجد أن الظاهرة المعرفية ليست ظاهرة فردية تتعلق بإنسان فرد يدرس ويقرأ انطلاقا من ميوله واتجاهاته ورغباته، ولكنها ظاهرة اجتماعية تتعلق بأسرة، تتعلق بمجتمعين يحب المعرفة، مجتمعين نشأ في سياق معرفي تاريخي معين واندمج في نسيج حضاري مع معرفة قويمة يستند إليها في تدبير واقعه، ومن ثم تصبح المعرفة متداولة في الحياة الاجتماعية، تصبح علامة على مقام اجتماعي ومقام اقتصادي ومقام فكري، أي جاه إنساني، وتصبح متوارثة حيث يكون رب الأسرة أو جدها الأعلى عالما، ثم يكون أبناؤه من بعده علماء وأحفاده علماء، ويتوارث العلم في هذه الأسرة العلمية قرونا عديدة، ومن هنا نشأت الأسر العلمية، وهذه الظاهرة معروفة في التراث الإسلامي ومعروفة في المغرب ومعروفة في منطقة سوس، حيث نجد مجموعة من الأسر العلمية التي تداولت العلم وتوارثته قرون متعددة، نذكر منها مثلا الأسرة العثمانية التي خلدت العلم أو التي تداولت العلم مدة 1000 سنة وأزيد. ومن هنا جاء الفقيه الأستاذ العلامة سيدي الحسن بن عماني ليكون أحد أبناء الأسرة البن عمانية المعدرية، فوالده كان عالما مشهورا، له تلاميذ وله مدرسة يشرف عليها تخرج منها رعيل من الفقهاء والعلماء، وكان له إخوة وكان له أخوال وكان له أعمام كلهم يمتحون من هذا السند العلمي، فأصبحت المعرفة ظاهرة ثقافية وظاهرة أسرية في مجتمع يفتخر بالانتساب لهذه المعرفة، تفتخر فيه النساء بأولادهن حفظة القرآن، بأولادهن الأئمة والفقهاء والعلماء، وتفتخر فيها الأسر بإشرافها على المدارس العتيقة وإشرافها على المساجد، ومن هنا نشأ هذا العالم وكانت له هذه القيمة وهذا المستوى العلمي الذي نعرفه ونبوغه في سائر فنون المعرفة المتداولة في عصره. أسيادي على الليتي، هذا هو الوضوء اللي به كنصليو، هانتوما تبعوا مع هاد الشاب بعد ما خدا سطيلة ديال الماء ودارها على يمينه، غسل يديه 3 مرات ثم غسل فمه 3 مرات ثم غسل نيفو 3 مرات ثم غسل وجهه 3 مرات
وعاود غسل يديه 3 د المرات، ولكن هذه المره حتى المرافقو. ما مسح راسو، مسح ودنيه مرة واحدة، في الاخر غسل رجليه 3 د المرات. هذا هو الوضوء، سهل ماهل. منساوش راه هو عبادة كيغفر به الله الذنوب ورفع به الدرجات، وغير سطيلة ديال الماء تكفي. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. خويا المؤمن، اختي المؤمنة، هذا خونا المؤمن، صلى صلاة العصر 4 ركعات كلها بالسر، 2 ركعات بالفاتحة والصورة، دار التحيات وعاود ناض وجاب 2 ركعات اخرين غير بالفاتحة بوحدها وتحى وسلم وهكذا كمل صلاته. يلا تنتم نوضوا صليوا صلاتكم ما تعكزوش، الله يتقبل منا ومنه ومنكم. يمتحون من هذا السند العلمي، فأصبحت المعرفة ظاهرة ثقافية وظاهرة أسرية في مجتمع يفتخر بالانتساب لهذه المعرفة، تفتخر فيه النساء بأولادهن حفظة القرآن، بأولادهن الأئمة والفقهاء والعلماء، وتفتخر فيها الأسر بإشرافها على المدارس العتيقة وإشرافها على المساجد، ومن هنا نشأ هذا العالم وكانت له هذه القيمة وهذا المستوى العلمي الذي نعرفه ونبوغه في سائر فنون المعرفة المتداولة في عصره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظل سيدي الحسن البنعماني مرتبطا جدا بهذه المدرسة العتيقة كارتباطه بالمدرسة العتيقة بالمعدر لحفظه القرآن الكريم بها وتعلمه قواعد التلاوة الصحيحة. لقد تنقل الحسن البنعماني بين مناطق سوس بحثا عن الاستزادة من علوم الدين، فكان يقيم بين الفينة والأخرى بمدرسة تنكرت العتيقة الموجودة على وادي الأدباء القريبة من مدينة تزنيت، والتي يرجع تأسيسها على يد محمد أعلي أبراغ إلى قرون عديدة، وبها درس محمد المختار السوسي والطاهر الإفراني ومحمد الإفراني وغيرهم من أعلام منطقة سوس. الحسن البنعماني الذي كان طالبا عند سيدي الحج المسعود الوفقاوي في هذه المدرسة، ونحن نعرف أن سيدي الحسن البنعماني عندما نشأ في بنعمان عند والده سيدي حماد البنعماني انتقل إلى مناطق متعددة ومنها هذه المنطقة ليتبحر على سيدي الحج مسعود الوفقاوي، لأن سيدي الحج مسعود الوفقاوي في هذه المدرسة كان ملاذا لجميع العلماء وتخرج على يده كثير من الفقهاء في المنطقة، لأن في الفترة التي كان فيها في هذه المدرسة كان الاستعمار الفرنسي أضيق الخناق على العلماء في منطقة سوس، وكان العلم في المدارس العلمية العتيقة في منطقة الجزولة
قضى عليها الاستعمار، وفر معظم العلماء وجاءوا عند سيدي الحاج مسعود الذي كان قطبا لجميع العلماء في المنطقة، وتخرج على يده كثير من العلماء ومن ضمنهم سيدي الحسن البنعماني، وقضى هنا مدة طويلة، ومن هنا انتقل إلى مراكش ثم إلى فاس. السلام عليك يا مولانا يا عرف على سيدي الحسن البنعماني ارتباطه بالطريقة الصوفية الدرقاوية، فكان منذ صباه ثم شبابه يتردد بين المسجد ومدرسته العلمية وهذه الزاوية الدرقاوية العريقة بالمعدر، فكان درقاويا قحا. فبالإضافة إلى أن الحسن البنعماني كان رجل علم وفضل، إلا أنه كان شاعرا موهوبا كتب في الأغراض كلها، إلا أن نزوعه إلى الشعر الديني كان غالبا على طبعه. العلامة سيدي الحسن البنعماني أحد العلماء السوسيين الأوائل الذين التحقوا بالحواضر، ليس الأولوية هنا ليست التاريخية لأنه قد سبقه علماء آخرون، ولكن كان له تأثير معين أو كان له سبق في إبراز وإظهار الثقافة أو المعرفة العلمية لمنطقة سوس في هذه الحواضر. لقد كانت نشأته متميزة، كان عالما، كان أديبا، كان لغويا مثقفا مفكرا، جمع ثقافة عصره واستوعبها. رحل إلى الحواضر، هو من الشعراء الذين زاوجوا بين الثقافة العربية التقليدية التي تلقاها في المدارس العلمية العتيقة بسوس، ثم تزود بالثقافة العصرية عندما التحق بالحواضر المغربية مراكش وفاس والرباط. إذن فهو يزاوج بين هاتين الثقافتين وبين هذين المكونين. مكون تقليدي أعطاه لغة متينة وعربية فصيحة وتمكنا جيدا في اللغة، وتكوين حديث عصري استفاد من التجارب الشعرية المغربية والمشرقية التي كانت تصل أصداؤها يومئذ إلى المغرب. فكان من الشعراء المجددين الذين خرجوا من الشعر التقليدي الذي كان متداولا في سوس بأغراضه وقضاياه. وهذا الحسن البنعماني يتوسل بالنبي وبالصحابة وأهل بدر والأئمة المشهورين. توسلت للمولى الكريم بوجهه ليصلح لي بواطني وظواهري، ويصلح للدنيا والأخرى ويكفني همومهما في النائبات الدوائر، وجاه النبي وآله وصحابه وأتباعهم أولي الهدى والبصائر، وأبطال بدر لا عدمت ودادهم، وسلمان الفارسي وسعد وجابر. لم يكتفي الحسن البنعماني بما حازه من مدارس سوس العتيقة، بل انتقل إلى مدرسة بن يوسف بمدينة مراكش، ثم إلى القرويين بفاس، ونهل من معينهما، وهنا سنحت له الفرصة أن يجدد اللقاء بمحمد المختار السوسي ومؤرخ مدينة مكناس نقيب الشرفاء العلويين مولاي عبد الرحمن بن زيدان. وفي هذه المرحلة، مرحلة وجودي في فاس، تعرف على عبد الرحمن بن زيدان. عبد الرحمن بن زيدان في هذه المرحلة كان يؤلف كتابه عن الدولة العلوية وخاصة الملوك العلويين، وسماه يتحف أعلام الناس في من حل من العلماء بمكناس. هذه الفترة زاره الحسن البنعماني في مكناس، وزار مكتبته وأعجب به وأعجب بتآليفه، لأنه كان يراجع معه ما يؤلفه في هذا الكتاب، فتحدث معه فيما يتعلق بعلاقة الدولة العلوية بعلماء سوس، فكلفه بالبحث في هذا المجال.
مما دفع بالحسن بن العماني عندما أتم تعليمه في فاس وعند رجوعه إلى مراكش طرح الفكرة على محمد المختار السوسي لأنه كان رفيقه في هذه الفترة، فطرح معهم فكرة التأليف عن علماء سوس وعن الأوصال العلمية بسوس وعن المجال العلمي في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة زاخرة بالعلوم الشرعية وبالأوصال العلمية. فكانت هذه الفكرة مستحسنة من لدن الجميع بين المختار السوسي وبين الحسن بن عماني، مما دفع بالحسن بن عماني إلى القيام بجولة في سوس للبحث في هذا المجال. إن علاقة الحسن بن عماني المباشرة بالمؤرخ مولاي عبد الرحمن بن زيدان ومحمد المختار السوسي وغيرهم من الأصدقاء لم تقف عند هذا الحد، بل عبر عنها الحسن بن عماني في غرض آخر، إنه شعر الإخوانيات الذي عبر فيه عن العلاقات الأسرية والاجتماعية والوطنية. رب بالمصطفى محمد أيقظ أمة العرب عاقها الإغفاء، وتدارك عزة العروبة واحفظ قدسها فالحياة فيه الدماء. لم تذق أمة حلاوة مجد ما اعتراها من سكرها الإغماء. رب ألف بين القلوب ووحد صفهم وامنحهم ما شاءوا. ولم يكتف بشعر الإخوانيات، بل عبر عن ذلك نثرا في العديد من الرسائل التي كان يبعث بها إلى أصدقائه. هذه رسالة الحسن بن عماني إلى محمد المختار السوسي يسلم عليه ويرد على رسائله السابقة. وهذه رسالة من الحسن بن عماني إلى المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان على إثر الرحلة التي قام بها بن عماني إلى منطقة سوس لجمع الوثائق التاريخية والأدبية للمنطقة، ويتحدث إليه عن هذه الرحلة وعلى رد مولاي الحسن الأول وأمره ببناء سور مدينة تزنيت والأجرة التي أمر بها هذا السلطان لصرفها لهؤلاء العمال وتاريخ نهاية الأشغال سنة 1303، وهو التاريخ الذي زار فيه الحسن الأول مدينة تزنيت في رحلته الثانية. أما هذه الرسالة فهي تعزية في وفاة أحد أبناء عبد الرحمن بن زيدان ويصبره على هذا المصاب الجلل. رسالة من الحسن بن عماني إلى القاضي الحاج إسماعيل في منطقة سكتانة يزوده فيها بمعلومات حول العمليات الفدائية ضد المستعمر الفرنسي. لا زال أهل قرية المعدر فرادى وجماعات يتذكرون أشياء من الماضي علقت بذاكرتهم عن فقهاء وأدباء هذه المنطقة، من بينهم الفقيه والشاعر الحسن بن عماني. سيدي الحسن الطوال ربي يرحمه، صنح دارن في حال ما زير حاجتكم لك ما حصل شي حاجه اللي بالي جنش انت سولا سلا غير سوزا السوزا نش كزر ما نزرا ونرنا يتدين غنا سما الموضع يلقي ان السنسا غلا غلا بجمع نعيد سنحس انه ونرنا زتوت الباليزا. والقصه اللي عاود لكم الوليد هي انه كان مشى واحد المره كيدي الغبار للجنانات وشاف واحد السيد نزل فسميتو في الطريق وجاي للبلاد ومشى لعندو طلب منه وسميتو قال لي باش يعطيه الباليزه باش ياخذها لي يجيبها ليه للدوار، وخذا الباليزه وطلبوا باش يركب توا فوق الحمار وجايين في الطريق. الوالي جاي على رجليه والسي الحسن بن العماني الله يرحمه كان راكب والباليزه كان حاطها قدامه وجايين في الطريق جايين حتى قربوا الجامع ونزل السي الحسن بن عماني وقال الوالد واش تعرف الدار ديال بوجمع، هذه واحد الدار حيت تما فين كاينه الدار ديالو اللي حدا الجامع، قال لي تنعرفها، قال لي هذه الباليزه خص ديها لتما. زريع غير ما زمزق اللي مقرن
القدام الصغرى اللي بدي تجري بنادم صلبي يمس اه فقير مضوف البالي زان انا سجل حسن الديوش كان ناعس انت نديوش كان اما نطور تسينح اذ في يعني سيلا ربيع جزغن ايراني انا الرباس غيد ناعس راه بزاغونا اضمنينا يضغم نتغوينا اتي الحمر بي اه وحتني قلينا فقيرنا ما تنسوفو ناعس حضويتنا راه المضبر وضلو إن ما تنسوا فيتنا هاشي فايت نسجيل حسين وضغن صمز تنزار نعيت هاشي ديلا عن فرنك يضيط سوليك تيما ربي صرع مصر وجاي الوالد جايب الباليزة وداز قدام الجامع قدام الجامع الناس كانوا جالسين تما ديك الساعات وإلا كانوا الناس جالسين حتى شي واحد ما يقدر يدوز قدامهم يعني كاين ديك كاين الوقار والناس تيحشموا وسميتو والحياة ويعني بزاف ديال الحوايج كانت سابقا المهم اللي شافوا الناس الحمار دايز والباليزة فوق منه قالوا ليه واش السي الحسن بن عماني هو اللي جا قال لهم هو اللي جا وملي وصل ليه الباليزة عطاه واحد يعني دور معاه عطاه واحد جوج شي حاجة ومشى ملي مشى الوالد للدار دا هذوك داك الصرف داه للوالد ديالو يعني الجد ديالي انا دا ليه قال ليه سولوا الوالد ديالو قال ليه فين لقيتي هذا سميت شكون اللي عطاك هذا قال ليه فلان قال ليه علاش شديتيهم عنده قال ليه راه ضروري قال ليه راه جبتهم لك باش تخبيهم ليا حتى يوصل الموسم ديال اكلو باش نديهم تقدى بهم تما ان تقلب الحسن البنعماني في مناصب عديده بين التدريس في مدرسه ابناء الاعيان والقضاء والباشويه بين مراكش والرباط واكادير لم يكن ذلك اعتباطا بل جاء بفضل نزاهته وتوفره على مؤهلات علميه وادبيه جعلت منه ان يكون ضمن لائحه الشخصيات التي لها وزنها وساهمت بكل غال ونفيس لبلوره الفكر المغربي ابان فتره الاحتلال ثم بعد الاستقلال وقد كان ميالا أكثر إلى الولوج إلى دار المخزن أي المجلس الأعلى للاستئناف الشرعي وقد وفقه الله سبحانه وتعالى لتحقيق ذلك ككاتب بهذا الأخير سنة 1941 التحق بالحواضر واشتغل في مناصب ووظائف مخزنية وتفاعل مع وسائل النشر المتاحة آنذاك وخاصة منها الصحف والمجلات والجرائد فحرر في هذه الصحف مقالات مهمة فكان بذلك من أوائل الفقهاء السوسيين الذين دبجوا المقالات في التعريف بمنطقة سوس وبأعلامها وبإنتاجها العلمي فنشر مقالات في جريدة السعادة فيما بين سنتي 1937 و1939 كما نشر مقالات أخرى بمجلة الثقافة المغربية سنة 1947 هذه المقالات تدور حول منطقة سوس التي كانت مجهولة آنذاك لطائفة كبيرة من مثقفي المغرب العلماء الكبار هم الذين كانوا يعرفون ما كانت تشهده هذه المنطقة من حركة علمية وحركة أدبية من الذين كانوا يتصلون بأعلام هذه المنطقة من مثل النقيب مولاي عبد الرحمن بن زيدان مثل القاضي سيدي أحمد سكيرج مثل العلامة سيدي أحمد بن مامون البلغيتي وغيرهم أما العدد الكبير من المفكرين ومن المثقفة كانوا يجهلون هذه المنطقة وما تحفل به من أعلام ومن تراث فسيدي الحسين بن عماني عمل على التعريف بها فكتب مقالات نذكر منها مثلا مقالة شيخ الإسلام سيدي محمد بن مسعود المعدري يعرفها بأحد أقاربه وبجهوده العلمية في التعليم والتأليف والتدريس وغيرها مقالة أخرى في التعريف بالعلامة الشيخ الحضيقي المؤرخ وصاحب التراجين كذلك كتب عنه في جريدة السعادة وتشير بعض المصادر إلى أن جريدة السعادة كانت أول جهة أوصلت له خبر تعيينه بالمنصب الجديد حيث شاع الخبر بين زملائه وكان من بينهم العلامة المختار السوسي حسب بعض الروايات وقتها قام هذا الأخير أي الفقيد محمد المختار السوسي بمكاتبته عبر رسالة جاء فيها والله لا أدري هل أهنئك حين ارتقيت إلى هذه الوظيفة أي كاتب بالمجلس الأعلى للاستئناف الشرعي بالرباط والتي ستكون إن شاء الله بابا مفتوحا لعدد من المراكز العليا والمقامات المؤسسة على هامات المجد في أنظار دهماء الناس أو على العكس من ذلك أعزيك لأنك فقدت حريتك التي كنت تتمتع بها من قبل يوم التعيين بهذا المنصب الجديد
أن تقاعد في بداية السنوات السبعين، يعني 1972 1973، وعندما أحيل على المعاش انتقل إلى أكادير ليستقر، ليهتم بنوع من التجارة وكذا إلى آخره، وكان يشعر بنوع من الوحدة. لماذا؟ لأن هذه الوحدة عند رجوعه إلى الخزانة الملكية في سنة 1961 كان شعور، كان هناك شعور يشعر به من الاعتزاز، لأنه رجع إلى جوار رفيقه وهو محمد مختار السوسي الذي عين وزيرا للتاج في الرباط، وكان يحدوه آمل كبير لأن يستعيد نشاطه في مجال التأليف وفي مجال الرفقة والصدقة، ولكن المانية خطفت محمد مختار السوسي سنة 1963، مما جعل الحسن البنعماني يشعر بخيبة أمل ويشعر بنوع من الانزواء، فقطع علاقته مع جميع الأنشطة العلمية، فالتجأ إلى نوع من الهدوء والسكون. وعندما أحيل على التقاعد جاء إلى قدير، فقطع علاقته مع كل المجالات التي لا علاقة بالنشاط العلمي، لأن وفاة مختار السوسي أحدثت عنده صدمة نفسية، فبقي في ذلك إلى أن توفي بدون أن يتزوج ولم يخلف أولادا، لأنه كان متزوجا قبل التحاقه بمدينة أكادير كباشا في بداية الاستقلال سنة 1956، ولكن زواجه لم يستمر طويلا، تزوج لمدة سنة واحدة ثم انفصل عن الزوجة وبقي وحيدا. خادما للوطن، مدرسا وكاتبا بالمجلس الأعلى للاستئناف بالرباط، وأول رئيس لمحكمة السداد بمراكش تحت اسم الحاكم المفوض، بالإضافة إلى مهام أخرى بالرباط وأكادير، إلى أن أحيل إلى التقاعد، وبعد أن أصيب بمرض لم يمهله طويلا توفي، فنقل جثمانه من تزنيت إلى مسقط رأسه بنعمان حيث دفن هناك.